نبدأ من الخبر العاجل، إذا أفادت مصادر للتلفزيون العربية أن قوات الاحتلال اعتقلت جميع الشباب الموجودين الشبان الموجودين في مستشفى كمال عدوان وتحقق معهم مدينة غزة. الآن للحديث أكثر عن هذا الخبر ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر عبر الهاتف. إسلام، إذن قوات الاحتلال تعتقل الشبان في مستشفى كمال عدوان، ماذا في التفاصيل في تفاصيل هذا الحصار واقتحام المستشفى والاعتقالات هناك؟ محمد، حسب متوفر من المعلومات حتى هذه اللحظة، جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم تقريبا الخامسة بالتوقيت المحلي قام باقتحام المستشفى تحت غطاء ناري كثيف من إطلاق الرصاص والمدفعية الإسرائيلية، ما أدى إلى اشتعال النار في بعض أجزاء من المستشفى وإصابة عدد من الموجودين داخله، إضافة إلى أضرار جسيمة بمحطة الأكسجين التي توقفت. هذا أدى مباشرة إلى استشهاد عدد من الأطفال الموجودين في الحضانة والذين يعتمدون على هذا الأكسجين. ثم بعد ذلك سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الساحة فقام بإجبار جميع من كانوا في المستشفى على النزول، وطبعا قام بفصل السيدات عن الرجال، ثم قام باقتياد عدد كبير من الموجودين من الممرضين والأطباء والمرافقين وأيضا عدد من النازحين من جيران المستشفى نزحوا إليه طلبا للأمان، قام أيضا باقتيادهم ويجري الآن عمليات تحقيق معهم. ولم تتضح بعد نوايا جيش الاحتلال الإسرائيلي، هل هو بصدد الاستبقاء أو البقاء في المكان أم المغادرة، علما محمد أنه يوم أمس فقط مع ساعات المساء الأولى كان قد وصل إلى بوابة مستشفى كمال عدوان تحت غطاء ناري شبيه لما حصل فجر هذا اليوم، لكنه سرعان ما تراجع. بعد ذلك بدقائق سمح لوفد من منظمة الصحة العالمية بالدخول وإدخال وقود وبعض المستلزمات الطبية وإجلاء عدد من الجرحى، ثم بعد ذلك وبعد مغادرة الجيش عفوا وبعد مغادرة الوفد الصحي قام بإتمام الحصار على المستشفى وقام بدخوله فجر هذا اليوم. المشهد الآن داخل مستشفى كمال عدوان ومشهد صعب للغاية، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري عمليات تفتيش وتنكيل بالموجودين إضافة إلى تواجده في الساحة، يضاف إلى ذلك طبعا أن كل هذا يجري تحت غطاء من القصف والإطلاق الرصاص والتحليق لطائرات كواد كابتر، وهذا فقط لا يطال المستشفى فقط لكنه أيضا يطاول المنازل المحيطة في مستشفى كمال عدوان. الأوضاع الآن صعبة صعبة جدا داخل المستشفى، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر ما فعله في هذا المستشفى تحديدا في شهر ديسمبر من العام الماضي عندما اقتحمه لأكثر من 11 يوما وأجرى فيه تجريفا واسعا ودمر مرافقه وأيضا حول ساحته إلى مقبرة جماعية قام بدفن عدد من الجثامين للشهداء فيها، وتركه بعد عدة أيام من الاقتحام أشبه بخرابة. الآن يعود جيش الاحتلال الإسرائيلي ليكرر هذا الاقتحام مرة أخرى في مستشفى كمال عدوان، المستشفى الوحيد الذي لا يزال قادرا على تقديم ولو خدمة بسيطة الحد الأدنى من الخدمات الطبية للأهالي في شمال قطاع غزة. مع إدخال جيش الاحتلال لآلياته إلى هذا المستشفى الآن رسميا لا يوجد أي نوع من الخدمات الطبية في شمال قطاع غزة ولا حتى بحدها الأدنى، وبالتالي هذا حكم بالإعدام على من يتواجدون الآن في شمال قطاع غزة من يصاب منهم بطبيعة الحال. المستشفى كان حتى منتصف الليل وساعات الفجر يستقبل الشهداء والمصابين، من مجزرة جباليا في شارع الهوجة استقبل عددا من الشهداء والمصابين، وأيضا كان هناك مجزرة فجر هذا اليوم في بيت لاهية بحق منزل عائلة سلمان أيضا استهدفت واستقبل المستشفى عددا من الشهداء والمصابين. الآن مع هذا الاقتحام لمستشفى كمال عدوان لا يوجد أي مرفق صحي قادر على استقبال الجرحى أو المصابين أو تقديم الحد الأدنى من الرعاية الطبية، ما ينذر بكارثة خطيرة للغاية. المستشفى طبعا هناك تخوفات كبيرة من أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي ألا يكتفي بعملية الاقتحام بل أن يقوم بالتدمير مثل ما فعل في مستشفى الشفاء، وهذا طبعا ينذر بكارثة أكبر على اعتبار أن المستشفى يقدم خدمات إنسانية لا غنى عنها حتى بعد هذا الاجتياح، إن انتهى فإن هذا المستشفى يجب أن يعود إلى العمل. لكن نوايا جيش الاحتلال الإسرائيلي، القوة النارية الكبيرة التي يدخل بها، حجم التدمير الذي يبشر به هذا أو ينذر به هذا الاجتياح بشكل أدق، ينذر بكارثة حقيقية إذا ما
أجهزة جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذا المستشفى الذي يقدم الخدمات الأساسية ليس فقط في رعاية الجرحى ولكن تقديم الخدمات والعمليات وأيضا الرعاية الأولية للأطفال الصغار والحضانة للأطفال الصغار الوحيدة التي تعمل في شمال قطاع غزة. إسلام، هي عملية تعد من الأكثر وحشية منذ بدء العدوان على غزة، وكأن جيش الاحتلال عمد أن يكون أو أن تكون هذه العملية مكتملة الأركان من حيث البطش بالفلسطينيين هناك، حصار شمال غزة، القتل في جباليا وبيت لاهيا وغيرها من المناطق في الشمال، قصف المباني المحيطة بمستشفى كمال عدوان، حتى قصف الطابق الأخير ومنه وهناك أطفال مصابون في هذا الطابق. أسألك بخصوص ما هي الحالات لربما الأكثر التي موجودة في كمال عدوان، مستشفى كمال عدوان، لأنه مستشفى فيه أيضا من الأطفال الرضع كما رأينا في مشاهد سابقة منه. صحيح محمد، دعني أشير إلى أن عدد الأطفال، أولا عدد الأطفال الموجودين ومصيرهم وهذا الأهم حتى هذه اللحظة ليس واضحا. جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر الجميع على النزول، وبالتالي من مع الأطفال في حضانات الأطفال ومن مع المرضى الذين توصف جراحهم، خصوصا الجرحى طبعا الذين توصف جراحهم بأنها خطيرة للغاية، هؤلاء الآن أيضا مع مرافقيهم، لا توجد معلومات حول أوضاعهم على الإطلاق. الأطفال، الجرحى، المرضى، المرافقين، الجيران، الأطباء، إدارة المستشفى، كل هؤلاء لا يعلم عنهم حتى هذه اللحظة شيء في الحقيقة. الاتصال بهم منقطع. جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل المستشفى، اعتقل عددا كبيرا من الموجودين، اقتادهم إلى التحقيق، وحتى هذه اللحظة الحدث مستمر ولم ينتهي بعد، والجيش لا زال يتواجد في ساحات المستشفى ويقوم بالتدمير أيضا للمرافق الأساسية. وجيش الاحتلال الإسرائيلي في المرات الماضية قام بتدمير مولد الكهرباء ومحطة الأكسجين وبئر المياه ومرافق أخرى من الأبنية الموجودة. الآن هل سيعيد الكرة، خصوصا أنه منذ الفجر استهدف محطة الأكسجين فتوقفت عن العمل ما أدى إلى استشهاد بعض الأطفال. الأطفال الآن في مستشفى كمال عدوان معرضون للموت نتيجة هذا الاجتياح الإسرائيلي. نتحدث عن عدد كبير من الأطفال الموجودين، ونتحدث عن عدد بالمجمل لدينا تقريبا 100 ما بين جريح ومريض، ما بين طفل وكبير في السن وغيره ونساء طبعا موجودين داخل هذا المستشفى. وبالتالي المشهد الآن داخل المستشفى وفق المعلومات الشحيحة المتوفرة مشهد صعب للغاية وينذر بكارثة حقيقية.